ومن يعش عن ذكر الرحمن يعش يعني يتعامى يعني لا يعمل بما أمره الله. الآن لاحظوا إذا فرد واحد كمثال عرفي مخالف للدولة ويثير القلاقل شلون يخلوا وياه مباحث حتى هذا المباحث يترتب، يروح للبيت، يروح للدكان، يروح للمتجر، يروح للدائرة، يروح للوظيفة، هذا المبحث معه حتى يشوف حركاته حتى يضبط أنفاسه. نفس الشيء الذي يعش عن ذكر الرحمن مو مطيع لله سبحانه وتعالى. ومن يعش عن ذكر الرحمن الذي يتعامى عن ذكر الله يعني ما يطيع أوامر الله، نقيض له شيطانا، نقيض يعني نرسل إليه، نقيض له شيطانا فهو له قرين. على طول الخط ينام الشيطان معه، يجلس الشيطان معه، يتكلم الشيطان معه، يدرس الشيطان معه، يتاجر الشيطان معه، خطيب يصعد المنبر الشيطان معه. هذا الشيطان شو يسوي؟ زين شيطان معه، ماذا يصنع الشيطان؟ كلنا مجربين هذا الشيء، أنه وقت اللي تريد أن تستغيب في داخلك قوتان، قوة تقول لك استغيب، قوة تقول لك لا تستغيب. إذا أردت أن تضرب إنسان تطقه، في داخلك قوتان تتصارعان، قوة تقول طق، قوة تقول لا طق. إذا أردت أن تعطي دينار إلى فقير في داخلك قوتان، قوة تقول لك أعطي، قوة تقول لك لا تعطي. هذا النزاع الموجود في باطننا على طول الخط من الصباح لليل. الشاب في الشارع أو في السيارة مرت امرأة، قوتان في داخله، قوة تقول لك انظر إليها، قوة تقول له لا تنظر إليه. الشيء اللي يأمر بالشر وترك الخير هذا يسمى شيطان. هذا منين؟ هذا هاي قوة في داخلك وفي داخلي، وهذه القوة تأمرنا بالشر. مو مهم الصلاة، مو مهم الحج، مو مهم الخمس، مو مهم الصدق، مو مهم الأمانة، مو مهم العفاف. هاي شنو؟ القوة في داخلك، وهو هذا مركز الشيطان. وأكو في حديث عن رسول الله أن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. دم شلون يجري في بدنك؟ الشيطان نفس الشيء، لأن الشيطان مثل نور، مثل هواء، جسم خفيف. بس النور الآن موجود هنا؟ صح. أنت تشوف النور؟ لا. الهواء موجود هنا؟ انت تشوف الهواء؟ لا. الجاذبيه موجوده هنا؟ الان شنو ربطنا بالارض؟ الجاذبيه. اذا ما كانت جاذبيه كنا نصير مثل رواد الفضاء. الجاذبيه الان موجوده هنا؟ نعم. شوف الجاذبيه؟ لا. امواج الراديو مال العراق وايران ومصر وسوريا ولبنان والكويت موجوده هنا؟ اي. شوف؟ لا. أمواج الصور التلفزيونية موجودة هنا؟ نعم. شوف؟ لا. جيب جهاز تشوف، جيب جهاز تسمعها أصوات الراديو. الشيطان من هذا القبيل لا أكثر ولا أقل. الشخص الذي يعش عن ذكر الله لا يطيع الله، هذا شيطان دائما معه. وإذا تريدون تشوفون مظهر الشيطان روحوا للسجود. هذا القاتل وهذا السارق وهذا بايع المخدرات وهذا
جالب الحشيش وهذا اللي داعم قطاع عمدا وهذا اللي كذا وهذا اللي كذا وهذا اللي كذا، فقال شنو؟ الشيطان قيض معه فأورده السجن. وحققوا هذول اللي في السجناء، أنا محقق هذا الشيء في كربلاء، ما محقق في الكويت، لكن حققوا بالمية 60-70-80 منهم ما يصلون، بالمية 60-70-80 منهم ما عندهم طهارة ونجاسة، ما عندهم عدالة، ما عندهم أخلاق، نتيجة بالسجن. هذول كلهم الشيطان، اسمه لازم الشيطان يأتي فرد جسم كبير طويل عريض ويراك وتراك في داخلك يا موكب هذه الأشياء. وأحيانا هذا الشيطان يمشي وياك 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 فر النار يختالك. الاغتيالات شايفها؟ شايفها؟ سامعيها؟ الاغتيال يعني شنو؟ يعني يرصدون إلى فرد إنسان أحيانا 6 شهور، سنة، سنتين، فرد يوم في لحظة واحدة يختالك. شيطان نفس الشيء، ولازم يومية يقشمرك، فرد يوم يختالك. فرد واحد من أصدقائنا كان في السجن في العراق، يقول كنت أنا في السجن، فرد يوم جابوا فرد واحد حتى لحية بيضاء وهيكل صمداني جابوا للسجن. يقول وين تعجبني؟ سجن محل الشلايتية، محل القمرجية، اللي يعربدون، اللي يجرون سجين على الآخر، لكن فرد واحد لحية بيضاء وهيكل صمداني جابوا للسجن. يقول وين تعجبني؟ حقيقة إنسان يتعجب. يقول سألنا هذا شبي وش كثر سجن؟ قالوا هذا سجن أبد، 60 سنة هو عمره وسجن أبد 25 سنة، 20 سنة يعني بقية عمره في السجن. قلنا هذا شلون هالشكل؟ فحصنا عن إدارة السجون، يقول قالوا هذا كان يلعب قمار مع شيبته ولحيته البيضاء، يلعب قمار، الحريف تغلب عليه ذاك الإنسان الآخر. والقمار في الحقيقة في الموضوع خطر جدا، خطر جدا خطر. فرد مرة في إيران صارت فرد قصة قمار كتبتها الصحف الإيرانية، أنقل لكم القصة العادية. يقول كان يلعب قمار، لا تقولوا جنجفة، حتى الجنجفة نفس الشيء، ماكو فرق. قمار هذا خطر على الإنسان، وفيه خطران. الأول الخطر النفسي، الخطر النفسي يعني شنو؟ يعني يجعل من الإنسان المقامر إنسانا بليدا. تجرب المقامرين، التجربة أمامك، هذول تشوفهم دون مستوى المجتمع فكريا، هذا من كثرة ما يستعمل فكره في هذا اللهو، هذا فكره ينحط ويصبح بليد. هذا ثابت في علم النفس، يجعل القمار الإنسان بليدا، يعني مو ذكاء طبيعي. من المستحيل مقامر يأخذ في المدرسة أول على الصف، مستحيل. جرب هذا الشوز، لأنه يصبح بليد، فهو فيه مرض نفسي. هذا أولا. والشيء الثاني أن المقامر دائما أعصابه متوترة، ربح أو خسر. ألف دينار خسر المقامر، هذا أعصاب متوترة، ألف دينار راح من يدي بلا أي مبرر ولا أي سبب، ألف هو يحسب نفسه أي مناسبة، على ما يدف قمار أنا خسرت 1000 دينار، فهو متوتر. الربحان أيضا متوتر، لأن الربح الحرام أيضا يسبب توتر الإنسان. الآن أمثل لك مثال، تروح على باب الله وتجي على باب الله وتقضي أشغال الناس، آخر الشهر تصب 200 دينار، 400-500. شوف هذا كدك وعملك وتعبك، فلوس حلال صح. أما إذا فرد 100 دينار سرقت من فرد إنسان، هذا ربحت 100 دينار، لكن أنت متوتر الأعصاب، لأن تدري هذا حرام ومو جائز. حتى إذا ما تدينها يدري هذا حرام، هذا فلوس بلا تعب، فلوس مو مقابل تعب. وكذلك إذا فرد فرضاً فرد مرة حلفت لك فرد إنسان وأخذت فلوسه، هذا أنت ربحان 100 دينار، 200 دينار، 500 دينار، والعياذ بالله، لكن تدري عن هذه الفلوس مو صحيح، تدري باطنك يقول هذه الفلوس مو صحيح. فالربحان في القمار متوتر، والخسران متوتر على حد سواء، يجي توتر الأعصاب. الإنسان المتوتر أعصابه دائما سيء الخلق، وجربوا هذا الشيء إن شاء الله مقامرين ماكو عندكم، لكن إذا عندكم صديق مقامر شوفوا هذا مو طبيعي، متوتر أعصابه.
يعني أخلاقه مع عائلته مع مشتريه مع مثل اللي يأتون إلى دائرته مو أعصاب عادية مو مثل إنسان بيقامر أبدا رأوا طابعه هذا الشيء هذا محقق في علم النفس شاهد في صديقنا هذا يقول شيخ جابوه إلى سجن معقوبة وستين سنة عمره وسجن أبد والله يعلم أيضا قلنا هذا شبيه قالوا إن هذا الإنسان كان يقامر في الكاظمية كاظمية قريب بغداد هل يلعب قمار مع صديقه صديقه ربح هذا صديقه من ربح توترت أعصابه راح يعني يروح إلى دورة مياه شال المسدس ماله عنده مسدس شال المسدس ماله إجى أفرغ المسدس في رأس صديقه المقامر الرابع طق 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 ضربه قتله في المكان ألقوا القبض عليه ثقة للمحكمة شيء واضح سجن أبد في أمان الله إنسان مو متوتر أعصابه ما يقتل إنسان قطعا إنسان اللي أعصابه هادئ ما يقتل إنسان الشيطان وياه فهو له قرين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين هذا دائما وياه 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 يشوف هاي خوش فرصة اغتاله يا خير هذا الإنسان ها من اغتاله قل له اقتل هذا انهب هذا اغتصب هذه وعلى هالمعدة ويومية محاكم وسجون وخبصة وكذا على هالموجب على الجرائم فالمرة في صحف إيران كانت كاتبة قبل تقريبا سنة في صحيفة اطلاعات أظن طهرانية تقول على أنه فأثر الانتحار في طهران والسبب الانتحار شنو؟ سبب الانتحار هذا الإنسان تاجر هو تاجر أحمق أحمق يعني شنو؟ يعني يربح ربحا حلالا في السوق ثم يضعه وضعا حراما في القمار هذا مو أحمق إنسان من الصبح لليل يشتغل كسب حلال ويحصل له 100 دينار أو 50 دينار بعدين بالليل يروح يخلي بالقمار يقول هذا تاجر في طهران في أيام الصيف ذهب إلى رامسر وهلا أماكن الاصطياف اللي ياكل في إيران هناك قامر مع إنسان يتبين ذاك المقامر هاي جريدة اطلاعاتك يتبين ذاك المقامر مقامر ماهر عنده فلوس كمية هذا الرجل التاجر أفرض 100,000 تومان مثلا 5,000 دينار مرة قامر مع هذا الإنسان في حضور جماعة قامر فقمر يعني غلب كل فلوس راح من مضرات القمار أن الإنسان يصير شره يعني فرر العياذ بالله عندك 100 دينار قامرت إذن المقامرين هذه وربحت 100 ما تجوز تروح إذا ربحت 100 تقول أقامر حتى أربح 300 إذا ربحت وإذا خسرت تقول أقامر لعله أسترجع مالي من مضرات القمار أن المقامر يصير شره ربح أو خسر إذا ربح يقامر مرة ثانية حتى يربح أكثر إذا خسر يقامر مرة ثانية لعله يسترجع ربحه يقول هذا قامر هناك في رامسر وهالأماكن خسر قمر وخسر قال بي خادر أنا عندي رصيد في البنك وهو يفك يقول استنفد كل فكه في القمار فرد 10,000 تومان بعد وفرد 100,000 تومان بعد وفرد 5,000 تومان بعد وفرد 50,000 تومان بعد وعلى المعدل خسر كل فكه يعني كل رصيده في البنك ما عنده شيء له دار جالس فيها جعل داره في القمار ما يصير دارك في القمار طاب وماوية يعني أنا كلام عندي كلام شرف المقامر عنده شرف كلام شرف المعروف الخمار والقمار والزمار والزناء ما عندهم شرف المرجع الفاجر عنده شرف إذا عنده شرف ما كانت تزني الرجل الزاني عنده شرف إذا كان عنده شرف ما يزني بنات الناس القمار نفس الشيء قمار عنده شرف ويستولي على فلوس الناس بوق بوق ما يحميه القانون في بعض البلاد لا أكثر ولا أقل القمار والزمار والخمار خ
خمرت اللي يشرب ويعرف بده يذكر عن الشرب قمر. قال له على أنه قال بيتي أخلي بالقمار. هذا في اطلاعات. قال له إحنا ما نعتمد عليك. قال بشرفي. قال له ما عندك شرف أنت. ما نقبل شرف عندك صح. أما إحنا ما نقبل شرفك. قال له زين شو نسوي؟ قال اكتب. كتب شهود سجلوا عليه أنه إن قومر يعني خسر على بيته ربع البيت راح في القمار. الربع الثاني من البيت راح في القمار في مائدة واحدة. الربع الثالث من البيت راح في القمار. الربع الرابع من البيت راح في القمار بحضور شهود وكتابته بنفسه. قاموا من المجلس راح صبح رجع إلى طهران. أجي لبيته عائلته وزوجته وكذا. أجي لبيته بيته بيته طبيعي. صبح صار الليل صار باكر. باكر وإلى إنذار. إنذار على بيته. شو الإنذار؟ تطلع من البيت. وين وش؟ بيت الناس هذا. وين بيت الناس؟ بيت هذا. الورقة موجودة في المحكمة. سأقول المحكمة. المحكمة رأت الموضوع قال هذا ورقة. حسب القانون أنت لا تملك البيت. فلوس رايح. رصيدة في البنك رايح. بيته الذي جالس فيه رايح. قال ما يخالف. أعطوني مهلة. مش كبر مهلة. قال شهر. قال له ما يصير. لأن هو المقامر أصر قال لازم بالعجل يطلع منه. قال زين أسبوع مهلة. قال له زين أسبوع ما يخالف مهلة. التمها لهم أسبوعا. أجل البيت. أجل البيت نام. لكن هذا الإنسان يتمكن ينام. نام بالليل صبح وقعه ما يقوم وقعه ما يقوم وقعه ما يقوم وإذا حجي أغنية ودور الطب العدلي بين أنه بالليل ماكل حبابي انتحار نايم رأسا إلى النار. طب العدلي كشفوه شافوا هذا ماخذ من هالحبابي مال يبتلعونه المنتحرين ومنتحر في أمان الله. رصيده رايح، فلوسه رايح، بيته رايح، حياته رايح، اخرته رايح ايضا. الانسان المنتحر راسا الى النار. رجل حديثك وهذا الشيء. ولا تقتلوا، القران يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وسئل عن الامام الصادق المنتحر يا ابن رسول الله ما هو منزلته؟ قال يدخل النار. يعني انت ما لك حق تتصرف في بدنك. تتصرف في بدنك ازيد من اللازم ما لك حق. فرد واحد يريد يفقس عينه ما له حق. فرد واحد يريد يقطع يده ما له حق. فرد واحد يريد مثلا على انه يقطع رجله ما له حق. فرد واحد يريد ان ينتحر ما له حق. دنيا خساره اخرته خساره. خسر الدنيا والاخره. ذلك هو الخسران المبين. مبين يعني شو يعني واضح؟ يعني خسارة واضحة. هذا صار في إيران وجريدة الاطلاعات كانت ناقصة. أما صارت قصة صارت في العراق ونحن موجودين في العراق قبل 25 سنة. أكو فرد شي في العراق ما أدري هنا في الكويت أكو أو ماكو. وإذا أكو أي لون هذا اللون العراقي قبل 25 سنة في أيام الملكيين أذكره لون رايسز. الرايسز هم خطر واقع في أفقر بيوت في العراق. أفقر بيوت أذكر أنا هذا الشيء. فرد واحد شاب مو من بغداد من غير بغداد راح إلى الرايسز وفي نفس الوقت الصحف كتبت القصة أيضا هذه القصة. راح إلى الرايسز. الرايسز أيضا نوع من القمار لأنك إذا ربحت تصير شرس وإذا خسرت تصير شرح أيضا نفس الشيء. راح للرئيس وانت اشتهرت القصة في العراق في نفس الوقت وكان من أسباب النقمة على الحكومة الملكية في ذلك اليوم قصة الرئيس في بغداد. وكان من المعروف أن الوصي يعني وصي العراق وهو عبد الإله شريك في الرئيس الوصي على الفيصل. لأن الفيصل كان الملك حيث أنه طفل صغير فكان عليه وصي وهو يدير البلاد ويسمى عبد الإله.
إذا أنا ما أدري هل هذا صحيح أن عبد الإله كان شريك في الرئيسز أو ما كان شريك، أنا ما أدري هذا الشيء. بس أنا أدري الرئيسز كان في العراق في أيام الملكيين، وكان الرئيسز يجذب نقماً جماهير من الناس، لأن شبابهم يحصلون فلوس 4 فلوس 5 فلوس ويروحون يخلوه بالرئيسز. فرد واحد من الشبان الأحمق راح للرئيسز، مو من بغداد، من غير بغداد، راح للرئيس، راح للرئيس يخلي كل شيء له في الرئيس، كل ما يملك. واخيرا تصل النوبة الى زوجته الشابة الجميلة، قال للمقامرين الذين يقامرون معه في الرئيس، يلا نلعب. قلت ما عندك شيء حتى نلعب؟ قال نلعب على زوجتي. هذا شرف عزيز؟ فاذا قلنا ما عندك شرف، متهجم واقع. لم يكن هذا تهجما، وهذا واقع. كان عندنا في العراق، أجدد القصة، كان عندنا في العراق في أيام الملكيين مطاردة الخيل المسماة بالرايسز في بغداد. والرايس الآن ما هو موجود، يعني فرد متى غلقوا الرايسز. مبارك إن شاء الله تعالى، اللهم زد وبارك. هذا الرايسز كانت من أسباب النقمة الجماهيرية، لأنه في الحقيقة أصحاب الرئيس دائماً على إصطلاح العراقيين فقر، كل ما يكتسبه يروح يخليه بالرئيس. فهذا فرشاب أحمق راح للرئيس، خلف الرئيس كل شيء ماله. يعني أيام الملكيين قد 25 سنة على القصة تقريباً، فكتبته الصحف نفس الصحف، وإحنا كنا في العراق ذاك الوقت. خلى كل شيء في الرئيس، أخيراً قال نلعب. لو تلعب انت ما عندك شيء. قال اخلي زوجتي الشابه الجميله. شلون يصير؟ قال اكتب لكم. كتب، خلى زوجتي بالرئيس، هم خسر. هذا القانون ما كان يحمي هذا الموضوع، يتبين هذا الشيء، لكن اليوم ما كان قانون يقول حتى الزوجه ابدا، وانما الذين لعبوا معه رئيس اقوياء، يعني قلدريه، هذول اللي يلعبون هاللعب، وما يجون صلاة الجماعة ومقدسة سبحان الله سبحان الله، قسم من الشاغوكشية من القلدرية، من هذول اللي يلعبون هذه الألعاب. خلص الموضوع، زوجته موجودة معه، الزوجة موجودة، ركبوا السيارة نروح، ركبوا السيارة نروح إلى بيوتنا مثلا، راحوا إلى بيتهم، هذول راحوا إلى بيت، نزلوا، دخل الأول، دخل الثاني، دخل الثالث، ثم أدري 5 4 3 كم واحد كانوا، دخلوا، دخلت الزوجة، أغلقوا الباب عليه، على هو، قام يصيح، قال نصيح لقطنا، زوجتك مال دخلوا، ودوا وفعلوا بها، ربحوها، ربح، أحل لكم صيد البر والبحر، أكفر المثال غلق، هالشكل آية في القرآن ما موجود ها. أحل لكم صيد البر والبحر، ماكو في القرآن هالشكل آية. على كل هذا الولد شنو يسوي؟ شنو ما يسوي؟ إجا كتب فرد كتاب، كتب الموضوع ماله، ودعه عند صديق له، راح وأغرق نفسه في دجلة، رواح المال ورواح الشرف ورواح الزوجة ورواح الأم، وانتهى، انتهى كله. أنا أذكر الوقت اللي صارت القصة، كانت موجة من الاستياء عامة العراق، أنه لماذا قانون رايسز؟ ولو أن القصة ما كان القانون يحمي حتى أن يخلي الإنسان زوجته، لكن شيء طبيعي هذا. الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول عمل الخير بعضها ماخذ برقاب بعض. إجت الصلاة خير، سمعت موعظة خير، ترقق قلبك وذهبت أعطيت دينارا للفقير خير، جئت إلى الدار ونصحك الخطيب بحسن الأخلاق، حسنت أخلاقك مع عائلتك خير، خير ورا خير، خير ورا خير، خير ورا خير. والإمام يقول الخير بعضه آخذ برقاب بعض، وأخيرا يدخل الإنسان الجنة. هذا طريقه، صلاة جماعة وبكاء على الحسين والاتعاظ بمواعظ وفلوس للفقير
وحسن الأخلاق في العائلة، دراسة منظمة، أخيرا شنو جنة شواطئ. والإمام يقول: والشر بعضه آخذ برقاب بعض وينتهي بصاحبه إلى النار. في ناس بلغ هذا، لكن في كلمة جميلة، أنا ما أحفظ الكلمة، أنا أنقل مضمون الكلمة. شو واضح؟ راح للقمار، القمار شو يسوون؟ يصلون صلاة الليل إن شاء الله نصف الليل، ودوا للخمر، والخمارين شو يسوون؟ راح للزنا وصارت عركة، وجر بعضهم سكين على بعض، ودوا للمحكمة، وراح للسجن، وكفر بالله، وراح للنار. ثم في القرآن أيضا أكون فرد آية في هذا الموضوع، الله يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هذا الشيطان يكون معه يحرفه 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 يحرفه، أخر شيء يلقيه في المهلكة. ومن يعشو، ولهذا في الحقيقة لازم إنسان من أول شيء يأخذ قدام الشيطان، لا يخلي يدخل عليه أبدا. إذا دخل عليه يدخل عليه مرة ثانية ومرة ثالثة وعاشرة وعشرين، وأخير شيء السجن أو الانتحار أو المرض. هنا سمعكوا أحد أصدقاء يعرف هذا الموضوع، وإلا ما كنت أقول. فالصديق قال لي نروح المستشفى، يقسم القرار 4 سنوات 5 سنوات، قال لي نروح على زيارة فرد الشباب مريض. رحت أنا شخصيا هالقصير، رحنا إلى زيارة ذلك الشاب المريض في المستشفى. حقيقة شفت فرد شاب شابح ما أعرفانه، فالصديقي قال لي نروح للزيارة، لا شابح هزيل أصفر، فرد شكل يعني هيكل عظمي. قلت شبيك؟ قال أنه أقل شيء فيه أني ما أنام إلى الصبح، وكل آلام. أنا هداته كذا وشيء تعرفات العادية، دعاوة من هالقبيل شيء وكذا. بعدين سألت من صديقه وقت اللي طلعني في الحقيقة أنا حالني منظره، قلت هذا شبيك؟ قال هذا مقادب هيروين، هذا الهيروين اللي يسووه نوع من المخدرات القوية، وقانونا ممنوع، أم دوليا ممنوع، أم منطقيا ممنوع. قال هذا مقشبري، وفرد مد جرى هذا الشيء، أكو من شيء يستشموه، فرد سمقة كال مثل أفيون مثل ترياب، لكن مضاعف مضاعف، وهذا هالشكل. ولا تبا يقولون ما إلي علاج، لأن أعضاءه الداخلية ونهارة. الشيطان يجي ويا الإنسان ويا 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 ويا، أخير شيء ما في مستشفى وهالشكل، أو في السجن ذاك الشكل، أو دجلة بغداد وانتحار ذاك التاجر في طهران، هذا الأخير. وهناك أيضا نار. في القرآن الحكيم الله تعالى يقول: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، منا غمض عينه مات، منا في النار. إنسان لازم أول ما يأتيه الشيطان يقطع رجله، ولا يعتاد. ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.